مساء الخير عليكم. فنان كبير يشرفنا اليوم نستقبلوه، فنان اللي برز بلي برودوي تاعو، واليوم راه قرر انه يستقر في موراي، عز الدين المغربي. مرحبا بك معنا في موريال وفي حصه لاكارافان دي المغرب. الله يسلمك، نشكركم على هذه الدعوه هذه وعلى القاده تاع اليوم، ان شاء الله تجوز هايله ان شاء الله. خويا عز الدين، كي نتكلموا على عز الدين نتكلموا عز الدين المغربي والمغربي. نعم. اللي كما نقولوا احنا دخل لو ستيل، نقدر نقولوا ماروكان في الموسيقى الجزائريه. انت من الناس اللي دخلوا هذا الستيل اليوم، ولا كي واحد يخرج البوم لازم يدخل فيه يعني اغنيه مغربيه من كثرت لنا في العرس مطلوبه. اذا ممكن تحكي لنا على لي بروميي با تاعك رابيدمون، يعني قبل ما ندخل في الموضوع لي بروميي في الموسيقى، يعني هديه بصفه عامه. انا على كل حال عز الدين المغربي اسم فني، جي شوازي لو نوم مغربي، جو في بارتي دو مغرب. عز الدين المغربي سي جو في بارتي دو مغرب، واخترت الاغنيه المغربيه باسكو كنت نحب، كنت عاشق للاغنيه المغربيه، جيل جلاله، ناس الغيوان. الوغ جي لو ديبي تاعي كان كيما هكذاك، ومن بعد يعني بالعقل حتى وليت يعني عازف عود ونادي الاغنيه المغربيه، ولكن ما ننساش بلي نادي الاغنيه كاع تاع المغرب العربي، يعني حتى الاغنيه الجزائريه والجزائريه. بصح كي نتكلموا على لو ستيل هذا، انت طبعا تغني الاغنيه المغربيه في الجزائر قبل ما تجي تصطاني هنا في كندا، بصح دخلت لها، اسكو دخلت لها اون بارتيكولاريتي ربما دلا ميوزيك اللي جايه من الجيغوا ولا جايه من لا ميوزيك الجيغين اون جينيرال؟ مي بيان سور، استدير عندنا الاغنيه مغربيه خليتها كيما راهي، ولكن فيها قالب تاعنا جزائري. عندي با مال دو شونسون اللي فيهم يعني كلمه جزائريه في موسيقى مغربيه، ويعني كي تسمعها تبان باللي يعني جزائريه مغربيه، يعني كاين ميرو. بصح كيما قلت عزين وسي يدير لا فاريتي، يعني تغني غنا سوا لا جيغوا سوا ايضا تاع الشرق الجزائري. وفي الانتاج تاعك الغزير كاين بليزيور البوم، كاين دي البوم اللي كانوا كيما هذا، كان البوم سبيسيفيكمون في لا شونسون يعني ماروكان، بصح كانوا دوتر اللي ربما راحوا خرجوا من المغرب العربي وراحوا المشرق في الموسيقى. وهنا نتكلموا على خاصه العود، ما هي قصه العود مع عز الدين؟ حبيبي العود. العود على كل حال آلة عربية، كنت يعني متأثر به يعني العود، ولكن نعزف كاع الآلات العربية، ولكن العود سي 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 مون انسترومون بريفيري. درت به دي درت به يعني أشرطة بزاف، درت انسترومونتال، كاين بزاف دي سي دي وسيت، عندي سي برودوي انسترومونتال، كاين وسيت وسيت تاع عبد الحليم عبد الحليم طبعا العنداري بالاسمر، وسيت واحد فيه موشحات، ودرت اغنيه احترام للفنان القدير ام كلثوم تاع عمري، وسيت موشحات، كاين ثاني احترام للفنان القدير رحمه الله فريد الاطرش، ودرت تاعنا يعني تقاسيم وتراث، فيه تقاسيم عود وتراث جزائريه، كل الاغنيه الجزائريه، ودرت يعني ان البوم سبيسيال واسمه لا كولور دوريون، الوان من الشرق، سبيسيال ام كلثوم، في انت عمري، امل حياتي، اروح لمين، دارت الايام، وعندي واحد امبروفيزاسيون فيه تيبيكمون تاعنا، هذه لا ميوزيك قناوي، وفيه اخترت ثلاث موسيقات تاع الفنانين رحمهم الله، تاع عبد الحميد عبابسه حيزيه طبعا حيزيه، وعلي المعاشي بلادي الجزائر، وبلادي الجزائر، وكثير من الانتاج الغزير. عز الدين الان لا بون نوفيل بالنسبه طبعا للجاليه المغربيه عامه، انك يعني قررت تستقر هنا في موريال، واش يقدر، واش يعني حاب عز الدين يقدم للفن المغاربي هنا في موريال، وخاصه انه يعني بريميرمون انت جاي ديجا كامل دون سونس، وين عندك لا كومبيتونس على الغناء يعني المالوف ولا الغناء تاع المغرب، بصح واش قادر تقدم كبصمه يعني من طرفك في الفن المغربي هنا في موريال؟ والله قادر نقدم يعني اغاني كل هي مغاربيه بلوتو، كاع مغاربيه، واغاني شرقيه تاني لاخواننا الشرقيين، يعني وخصوص في الاغنيه المغربيه، يعني دي شونسون مغربيين، مثلا الاغنيه الجزائريه يعني الشعبي والمالوف، الاغنيه المغربيه للفنانين الكبار يعني على كل حال معروفين كما الدكالي، كما عبد الوهاب الدكالي، عبد الهادي بالخياط، اسماعيل احمد، محمود الادريسي، فتح الله المغاري، محمد الحياني،
سي دي غران ارتيست كو جو بو يعني جي ان بروغرام تاعهم ميم فنانات يعني كيما نعيمه سميح وما يشبه ذلك و جو بو يعني ميم ستادي بور لا شونسون اورينتال ام كلثوم عبد الوهاب فريد ويعني الحمد لله يعني سي تان دونس خويا عز الدين. اليوم السبت حيكون عندك ان سبيكتاكل مع فنان اخر جمال حلو وي وي. واش الناس اللي يقدروا يحضروا اليوم في غير ريسيتال هذا ميوزيكال واش يقدروا يعني تحضر لهم ك كان بو دير ان دي بريمي سبيكتاكل اللي حتقدموه؟ على كل حال انا نقول للجمهور نقول لهم ارواحوا كاين بزاف دي سيربريز ندير على كل حال اغنيه خصوصا البوستر راه هنا اللي يقول يعني يمد المعلومات على هذا الايفينمون اللي حيكون اليوم يعني في السهره وعايزين نكملوا يعني في اخر الحوار هذا واش حتقدم لهم رابيدمون يعني بالنسبه نقدم اغنيه يعني جو في توت لا شونسون مغربين نواسي الاغنيه الجزائريه والاغنيه المغربيه بخصوص الاغنيه الجزائريه يعني بصفه عامه كاع مشاوي للقبائلي يعني يكون فيها ان كوكتيل ونواسي يعني تقاسيم عود يعني وانا نقول سمعتك في العود ودوختني يعطيك الصحة اخويا عز الدين الله يسلمك وان شاء الله لا بروشين فوا في لاكارافان دي ان شاء الله يعطيك الصحة دونك ريست افيك نو اون فا كونكلور افيك ربيعة جوست ابخي لا بوز